ونلتقي بالمواطنين بأهلنا في كل أقسام الولاية في كل محلياته في مشروع للتنمية الشاملة وفي مشروع للتنمية العادلة في مجال الخدمات ما فيه تفرقة بين ريف وحضر، بل فيه تركيز على الريف مثل اللي بنشوفه الليلة في مشروع مياه الصالحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. احنا سعيدين بهذا الإنجاز ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونقول لكم مبروك مبروك أهل أم درمان والريف الجنوبي بهذا الإنجاز وبالمشروعات التي ستلي التي ذكرها الإخوة المسؤولون الأخ الوالي والأخ المعتمد والإخوة في هيئة مياه الخرطوم والذين نشيد بإنجازهم وبمتابعتهم لالتزام الدولة بتوفير مياه الشرب النقية والنظيفة لكل المواطنين. وإحنا بنقول بالمعدلات التي تسير بها خطة الدولة في توفير مياه الشرب النقية والنظيفة في السودان في الخرطوم وفي سائر الولايات في كل أنحاء السودان هي معدلات ستجعل السودان في موقف متقدم حتى بالنسبة للدول التي التزمت معه بتحقيق ما يعرف بأهداف الألفية الثالثة. إن شاء الله ب 2015 نكون السودان قد حقق الأرقام القياسية التي وردت في خطة التنمية المستدامة الربع قرنية لتوفير الموية لكل إنسان في السودان إن شاء الله. هذا المشروع اللي بنشوفه الآن في الصالحة هو صورة متجددة لمشاريع بتجري في كل السودان، آبار بتحفر وحصاد للمياه بسدود وبآبار جوفية وبكل صور حصاد المياه في كل أنحاء السودان حيث النيل وبعيدا عن النيل في محل المطر وفي محل الصحراء، كل ده بيجري فيه عمل دؤوب من أجل الحفاظ على أهم ضرورات الحياة وهي الماء للإنسان وللحيوان وللزراعة وللصناعة ولكل أنواع الخدمات إن شاء الله. إحنا بنبارك مشروع الخدمات الطموح اللي أعلن الأخ الوالي الآن، ونقول لكم الأخ الرئيس اللي حتسمعوه وتقابلوه في مناسبات مثل هذه في الأيام القادمة أيضا يبارك لكم هذا الإنجاز ويقول لكم مبروك، ونقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات أبشروا، المستقبل أمامكم واعد، المستقبل أمامكم مبشر إن شاء الله بتوفر الخدمات. عايزينكم تحصلوا العلم وتتفوقوا في التقانة زي ما إخوانكم الآن المهندسين في كنانة الهندسية للخدمات تفوقوا بتصميم سوداني لهذه المحطة التي جربت الآن في مناطق كثيرة والآن في محطة مياه الصالحة في أم درمان. تحية لهم خاصة، تحية لهم عالية، تحية للشباب، للعلماء، للعبقرية السودانية، للكفاءة الوطنية، للهندسة السودانية. نوريهم الشغل كيف، نبني بهم الفجر الحقيقي، فجر السودان القوي، فجر السودان العزيز، فجر السودان الكريم اللي بيبنوه أهله بقيم وبتراثهم وبقرآنهم وبلحانهم وبنحاسهم وبخيلهم وبشبابهم وبرجالهم وبنساءهم وبعزمهم وبصدقهم
وبوحدتهم وبقيادتهم وبنبيهم وبقرآنهم وبربهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.